السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصته هود عليه السلام، بعد ما مات نوح عليه السلام عاش الأبناء ديالو، عاشوا على التوحيد وعمروا الأرض، وبعد سنين وسنين وداز الأعوام الناس نسات الوصية ديال نوح عليه السلام، وبدا الشيطان كيوسوس لهم تاني بنفس الطريقة. أحفاد نوح عليه السلام يعني ولاده قالوا حنا ما غاديش نساو آباء ديالنا، حنا لازم نديروا لهم تماثيل، يعني نديروا لهم اصنام باش نبقاو مذكرينهم ونذكروا حنا العباده ديال الله سبحانه وتعالى والقدره ديالو، ونتفكروا المعجزه اللي وقعت لنوح عليه السلام. وطبعا جيل بعد جيل بداو كينساو عباده ربنا والله سبحانه وتعالى والتعظيم ديالو، وكانت النتيجه ان الانسانيه والبشريه ارجعات كتعبد الاصنام ثاني، وتركوا عباده الله سبحانه وتعالى احد الصمد الذي لا شريك له. وحنا قلنا من قبل ان الشيطان عنده نفس طويل لا يمل، عادي جدا بالنسبه ليه انه يحط بذره اليوم بخطوه ويلقي الثمار ديالها، وبعد جيل وجيل وجيل يجني الثمار. فما غاديش نستغربوا من الناس اللي نسات وصيه نوح، لانهم ببساطه مشاو خطوه خطوه ورا الشيطان، والخطوه كتجر الخطوه. فما غاديش نستغربوا من هاد الناس، وخطوه غادا تشوف من وراك، ما غاديش تلقى طريقك فين كانت بدايته باش ترجع تكمل لقدام. بسبب هذا الشيء هاد القوم ضلوا ورجعوا تاني لعبادة الأصنام، وهذا الشيء اللي وقع مع عاد قوم هود. عاد قوم هود هما أول ناس عبدوا الأصنام على وجه الأرض بعد الطوفان. كانوا كيسكنوا في مكان اسمه الأحقاف، وهي جبال الرمل، وهي جزء من صحراء الربع الخالي اللي كاينه بين سلطنة عمان وبين اليمن. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف، وكانوا عمالقة وأقوياء، ما كانش شي حد كير. انذر قومه بالأحقاف وكانوا عمالقة وأقوياء، ما كانش شي حد كير يقدر على القوة ديالهم أبدا. في ذلك الوقت بنوا مدينتهم إرم، وكانوا كيحبوا يعيشوا في الخيام، فبنوا خيام بعواميد عملاقة ومرتفعة جدا، وكانت عندهم حضارة متقدمة. ربنا وصف حضارتهم بأنها لم يخلق مثلها في البلاد، ويقال أن أسوار المدينة كانت من الذهب والفضة، وكانوا كيبنيو فوق الجبال القصور للترفيه والتسلية بالبناء، كيلعبوا زعما، يعني كيبنيو هذوك القصور غير الترفيه، يعني ماشي باش يسكنوا فيها، لأن البني ديالها غير هكاك وصافي. من أكثر كانوا أقوياء، يعني حيت كانوا أقوياء كانوا يطلعوا للجبل ويبنيوا القصور، وعندهم رخاء وعندهم الأموال، بحال إلا كيلعب بالرملة على شاطئ مثلا، لأنهم عمالقة. وكانت هذه القصور آية في الروعة والدخامة وفي المعمار. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وكانوا الناس كيخافوا من قوم عاد، لأنهم كانوا ظلمة وجبارين، ما كانش حتى شي واحد يقدر يوقف في الطريق ديالهم. فهما اجتمع فيهم جوج حوايج، اجتمع فيهم الكفر والظلم، الشرك والظلم. يعني رب الله سبحانه وتعالى قادر على انه يهلكهم في لحظه، لكنه سبحانه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، باش يقيم عليهم الحجه. ارسل لهم هود عليه السلام باش يحذرهم من عباده الاصنام، ويدعوهم لعباده الله وحده، ويحذرهم من الظلم والكفر والفجور وغير ذلك. كان هود عليه السلام واحد منهم، يعني عارفينه وعارفهم وعارفين الأخلاق دياله وعارفين الأصل دياله وكل حاجة له. وكان هود عليه السلام من الأنبياء العرب أربعة. الأنبياء العرب أربعة هما هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. فكان هود عليه السلام وقومه عاد يتكلمون العربية. قال هود لقومه: اعبدوا الله وخليكم من عبادة الأصنام، ربنا هو اللي خلقكم وعطاكم القوة وعطاكم الأموال، وأنعم عليكم بالرخاء اللي انتم عايشين فيه، الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. باش ردوا عليه قالوا قالوا لعلية القوم والأكابر ديالهم الكبار ديال القوم: أنت سفيه وكذاب. قال الملأ الذين كفروا من قومه
إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وإنا لنظنك من الكاذبين. أو تاني نفس القصة اللي كتتعاود مع الأنبياء، فرد عليهم هود عليه السلام وقال أنا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، أمرني أنني نبلغكم هذا الكلام وأنا كنصحكم أنكم تسمعوا الكلام. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنت جاي تقول لنا نعبدوا ربنا وحده، صافي نخليوا الآلهة اللي كنا كيعبدوا الآباء ديالنا ونعبدوا الإله اللي قلت لنا أنت، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فقال لهم هود استغفروا ربنا من أفعالكم ويغفر لكم وينزل وينزل عليكم الأمطار وينزل عليكم الأمطار ويزيدكم قوة بلاش ما تعرضوا أو تمتنعوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم كتجادلوا في شي حاجة اللي نتوما اخترعتوها، الأصنام نتوما اللي درتوهم والآباء ديالكم، ما أنزل الله بهذا العبادة من سلطان. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقالوا أنت بشر بحالنا بحالك، كتاكل من اللي كناكلو منه كتشرب من اللي كنشربو منه، إذا أنت بغيتي غير يكون لك ملك يكون لك واحد الملك وتكون لك واحد السلطة علينا. قال لهم هود عليه السلام ثم علاش مستغربين أن الله سبحانه وتعالى يبعث لكم واحد منكم باش ينصحكم ويدلكم على الخير وعلى ما هو فيه خير لكم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وأنا ما بغيت منكم حتى لا مال لا سلطة ولا أي حاجة، على دعوتي لكم لطريق الخير والحق، أنا بغيتكم غير تآمنوا بالله سبحانه وتعالى لمصلحتكم فقط. قالوا لبعضهم شوفوا إلا سمعتوا كلام بشر بحال هذا غادي تضلوا تخسروا. هو يقول أنا، قالوا لي أن احنا اللي متنا غتكون هذيك هي الموتة، ما كاينش البعث من بعد ما إذا أش قالوا له كما جاء في كتاب الله، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. ما كاينش شي حد أكثر منا قوة أصلا باش يعطينا قوة زيادة. ومن بعد أنت كتقول لنا عبدوا ربنا، وعبدوا ربنا شنو هو الدليل أصلا على كلامك؟ فهود عليه السلام تحداهم، قال لهم عندي لكم آية ومعجزة وأتحداكم بها كلكم. أشنا هي المعجزة؟ قال لهم كلكم غتجمعوا لي بقوة ديالكم وتحداكم إلا قدرتوا عليا ولا حتى تقدروا تأديوني. وفعلا حتى واحد ما قدر يقرب منه. إيش قال لهم هو؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال لي خليونا نقرب واحد شوية الصورة. هود عليه السلام بوحده وقف قدام أقوى جنس بشري على الأرض ساعتها، ناس ظلمة قتالين مجرمين كيف كنقولون ما كيهمهم حتى شي واحد، إلا تجمعوا عليه فعلا غادي يقطعوه، ومع ذلك ما قدروش يديروا حتى حاجة. شكون اللي منعهم؟ الله. فاحنا من قصة هود غادي نتعلموا الثقة في الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كيعلمك في الحديث الصحيح ويقول لك يا غلام إني أعلمك كلمات، اسمع اللي تفيدك في حياتك. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أول ما تلقى شي حد واقف في طريقك قل يا رب
اول ما تلقى شي حد كياديك قل يا رب منين تلقى الناس تابعك غير انت وسيرتك ومهاجرتك وتتبع العورات دي، قل يا رب فلا تشتكي الى الخلق واشتكي الى الخالق. قل لي يا رب انت صل، قل يا رب انت صلت علي عبادك يا ربي ابعدهم عني. خلي عندك ثقة في الله مثل هود عليه السلام، وعندك تيأس الى تأخر الفرج ربنا عز وجل لحكمة، كيف ما قلنا حتى الى انت ما عرفتيهاش وكتبان لك باش يوريك نفسك اذا كنت فعلا صادق، هذا يأخر عليك الفرج باش يشوف مدى الصدق ديالك والايمان ديالك والثقة ديالك والالتزام ديالك والتوكل ديالك واليقين ديالك والثبات ديالك على الطريق المستقيم. رجعوا القوم هود، قالوا لهود عليه السلام صافي سواء نصحتنا ولا ما نصحتيناش ما غاديش نامنوا بكم ما غاديش نتعذبوا. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قال لهم هود عليه السلام أنا درت لي عليا وبلغتكم الرسالة ديال الله سبحانه وتعالى، وعادي جدا أن ربنا عز وجل يستبدلكم ويجيب ناس غيركم ويعبدوه، أنتم لن تضروا الله شيئا، فهو الغني عن العالمين سبحانه، ربنا لا يحتاج لعبادتكم أنتم اللي محتاجينه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى غادي يبعث عليهم واحد العذاب قريب، كما قال لهم هو، قال لهم الله غادي يبعث عليكم واحد العذاب قريب، ساعتها غادي تندموا لأنكم ما سمعتوش الكلام كما جاء في القرآن الكريم. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه على كل شيء حفيظ. شنو وقع من بعد؟ الله سبحانه وتعالى منع المطر عن قوم هود وبلا القحط، فكانوا كيدعيوا الأصنام وكيعبدوا الأصنام، هما يشوفوا واحد غمام من بعيد كحل هما يفرحوا صافي غادي ينزل عليهم المطر، ولكنه صدق ذاك السحاب عامر بالريح الشديدة مهلكة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. إذن من شدتها كانت كتحمل تهز واحد فيهم وكترفعو حتى للفوق وكتضربو مع الارض حتى كيتفرق ليه الراس ديالو على الجسد ديالو، والناس كتغوت وقلوبهم بغات تخرج من بلاصتها. وكان هود عليه السلام مع الذين آمنوا معه وسط هذا العذاب حتى حاجة ما صابتهم، ربنا عز وجل نجاهم، الريح كتقتل الناس وهما لا، واستمرت الريح لمدة 8 أيام. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. حتى هلكت عاد واندثرت تحت الرمال وما نفعاتهم لا قوة ديالهم لا حضارة ديالهم لا الأموال ديالهم، لو فكروا وآمنوا وأطاعوا كانت غتكون نهايتهم على خير. واش الناس تعضات وما كررش نفس الخطأ ديال قوم عاد ولا استقر